كوزا تبا ولك كيف كويس؟ تمام الحمد لله. اخبارك؟ خير. تفضل يا اخي. لا خلصيني بس. بسم الله. تمام زين والله. تمام يا اخي الحمد لله. امور شنو؟ كيف قاعد؟ قاعد يا اخي الحمد لله. شنو قاعدين؟ خير قاعد ترى. شنو انت يا مان ده ما فيك ده؟ قال لي التليفون كله مزود. انا ما جاي فيلاجتي. هاي؟ ما جاي لهم زياره يا اخي. كم ما شنو؟ والله. كيف ناس فيلاج؟ ناس فيلاج كله كويسين. الحمد لله. سابيت جورك ده عادل بس. شنو؟ سابيت شغلك حسيت انا ما عادل والله. شنو بقى؟ اما خلاك وتسال منك. قال قال لك شنو؟ سابي شو رايك ده ما عادل؟ سابي انا هسه من جينا ما اقدر مشيك في فيلاج مرتين. ناس انا فيلاج يا اخوي كنت تروح من عادل بس هسه من جينا ما اقدر انا مشيت له مرتين. قلت لك روحك ولا ما مشيت؟ والله نمشي. تمشي لو ما كلام. هسه انا متاكد بقول لك نمشي سوق لو ابد ما تمشي. كلام شنو؟ لا اخي اشغال انت تقول اشغال شنو؟ اي لبهيلي ده حلو لكن الاهل قدام. الاهل اللي قدام من كل شيء. ايوه بس قالوا لي منك ده ما قال ولا ديم فكر ترى ابويا ايوه الهيله لكن مشكله قال لك قال لهم انا برا ببوظ بوك الرواق سمها هسه انا مش شيء ما عندي كل بشيل مرتين ويت ده اقول الحمد لله قال لك رزقك لك بشغل بقول لك عامل الخبر يمكن جايبه انا نمشي لهم ما تخاف سايبي انا ما نخاف انا ان شاء الله انا يوم نهجي ما قال انت سايبي انا نهجيك انما اخر خبر ولا نجيبه انا نمشي هاي ما انت رزق الله يوفقك انا شايفه من هنا ده معك جنب 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 ان شاء الله نمشي له الله يوفقك خالبز والله انا هلي ده كثير ده الله يوفقك ان شاء الله يوفقك ان شاء الله مشيت مهالو انت زول انا اداك بس زول ما انا ذلك انا هسه جاي اترك مكان اجيب انتوني نازل هسه هم بيقول جارنتي عندي اجيب انتوني مرو انا زول واشيله شيله ولا ده السر انا بس جبت لك شيله اي 60 و2 60 و2 اي 0 0 شيله